قرار خدوا هادي خشن؟ أصعب قرار اه يعني ما فيش قرارات، يعني أي قرار باخده بحاول أدرسه كتير وباخده، يعني ما فيش حاجة معينة. قرار ممكن القرار اللي احنا قلناه بتاع بطولة أفريقيا ده كان بالنسبة لي كان قرار فردي، لا انا بتكلم وكان وانت مدير كوره. وأنا مدير كرة. يعني هو الموضوع عدى، كنت أنا مع الكابتن حسام البدري والموضوع عدى تقريبا، خدنا البطولة دوري وخدنا بطولات موجودة هناك في الفترة الزمنية دي، ما كانش فيه مشاكل كتيرة، لأن نعم. إن اللعيبة اللي كانت معانا كان فيها أبو تريكة وعماد النحاس وبركات وأحمد حسن، كلهم نجوم عارفين قدر المكان اللي هم فيه، نعم. وبالتالي كانت المهمة ما كانتش ما كانتش صعبة، صعبة. ما كانتش صعبة في إنك تقدر تسيطر على، لأن هم كمان أصلا يعني عندهم يعني إيه قيم النادي الأهلي واضحة عندهم، وكان همهم إن هم ينجحوا ونجحنا كلنا مع بعض. بس انت كنت يعني مدير كرة على ابو تريكة مش كده؟ آه وعلى بركات آه وعلى عماد النحاس أيوة كله على وعلى عصام الحضري كله وعلى يعني اسماء تقيلة، أيوة وانت لعبت مع معظمهم، هل وجدت صعوبة ولا هم كانوا ده اكتر ناس؟ انا اقول لك كمان في الـ يعني كلهم كانوا اساسا وانا في الملعب كانوا اصدقائي، فبالتالي لما طلعت بقيت مدير كرة معاهم تبقاش محرجة شوية؟ لا خالص، لان انا يعني انا كنت لما كنت معاهم كنت انا الكابتن بتاعهم، نعم وكان في مسافة الاحترام حلو. موجودة، نعم يعني انا بنيتها عبر سنين، فما كنتش محتاج ابنيها وانا مدير نعم كرة، لان هي كانت اتبنت اصلا. كمان كانوا سهلين جدا معايا في مسألة التجديد، التجديد. لان خلي بالك التجديد ساعتها كان طبعا الكابتن عادل القيعي كان ليه دور كبير جدا طبعا في التجديدات، ربنا يديله بس الصحة. الكابتن خطيب كان هو الاساس في الدخول في الحاجات دي، ان هو نعم بيقدر يعني طبعا بواجهة الكابتن خطيب وقيمته وعظمته في كرة القدم كان له تأثير كبير جدا. نعم فانا لما كنت مدير كورة كان في تعاون ثلاثي ما بين الكابتن عدلي والكابتن خطيب، طبعا كان نائب الكابتن حسن أبرز حمدي. اللعيبة اللي أنت ضمتهم في عهدك كان مين؟ يعني في التجديدات مثلا كان في سهل جدا عماد متعب في التجديد، عماد متعب، آسف عماد عماد النحاس. عماد النحاس، أبو تريكة في التجديد كان سهل جدا. وأبو تريكة زي ما بنسمع كده فعلا ما كانش بيبص على أرقام ولا لا لا حاجة، لا خالص، ده بجد. لا لا، هو بالنسبة له يعني وجوده في النادي الأهلي هو بالنسبة له دي قيمة مضافة بالنسبة له، يشعر بالتشبع الكامل بوجوده جوه النادي الأهلي فهو ما بجماهير النادي يعني مثلا الأهلي. ما تيجي تقول له يعني انت كنت بتتفاوض، احنا كنا بنتفاوض مع النادي، ابن لعيبه يعني عادي، كذا، انت ومش نفسك كنت عيب، ومش بتتفاوض، عيب ومش عيب اصلا. ومش حرام يعني، لكن كنت بتيجي تقول له يلا ابو تريكه عشان نجدد ف لا، ما كانش فيه اي، خالص. ما كانش فيه اي حاجة اصلا، العقد اهو هيمضي العقد، بس هو يعني كان ساعتها احتراما ليه، احتراما ليه او لعماد النحاس والمجموعه وعماد متعب وبركات والمجموعه دي، كانوا يعني لازم يبقى فيه يعني برضو ايه تقدير من طب الكابتن محمود الخطيب انه يقابلهم فانت من ويتكلم معاهم، البدايه انت لكن ما كانش مقدره. كان الكلام على هنعمل ايه في المستقبل، مش الكلام ان احنا بنتفاوض في ارقام ما اصلا، فيش. لا مفيش كلام ان احنا ليه، لان النادي الاهلي ميزته انه ما بيظلمش حد، ما بيظلمش، ما بيظلمش حد في ما التقدير، بيظلمش ولا ما بيظلمش حد في التقدير المالي لهذا اللاعب. نعم يعني انا لو سبت عقدي ومشيت، النادي الاهلي مش هيحط لي رقم اقل من قيمتي اللي انا استاهله. عشان يعني يوفر، نعم النادي الاهلي مش هيعمل كده اصلا، النادي الاهلي مش هيعمل كده، فعلا. فعشان كده النادي الاهلي تدي له ظهرك وانت مرتاح. يعني لما كنت بتاخد تكليفات، انت اشتغلت مع كابتن حسن حمدي كمدير كوره كتير طبعا. يعني. ما كابتن حسن كان رئيس النادي، يعني اللي والكابتن حطك مدير كوره كان كابتن حسن حمدي يعني. ولجنه الكوره كان الكابتن طارق سليم، ما انا كنت عضو معاهم في لجنه نعم الكوره الفتره بقى اللي انا ايوه كنت مدير رياضي فيها، نعم والكابتن محمود الخطيب والكابتن طارق سليم، كان الثلاثه يعني الكبار يعني. كويس. يعني لما كان بيجي يقول لك مثلا يا هادي او يا ولد يا هادي، زي ما الكابتن حسن ايوه دايما حبيبي الكابتن يا حسن. ولد يا هادي يا ولد يا شوبير كده ايوه دايما، ايوه حتى هذه اللحظه اللي لما يحبه يقول يقابلني له كده. يا ولد يا شوبير يا ولد ايوه يا هادي كده، ولما يجي يشتمك يعني اقصى حاجه يقول لك الله ينكبك يعني، ايوه ما فيش اكتر من كده يعني. هم دول الكلمتين اللي عند الكابتن حسن، كان بيبقى مقدر النجم او اللاعب بشكل جيد، بحيث انه حتى هو ما يقولكش انا عايز كذا او عايز كذا. لو اللعيب بقى، لو في لعيب مثلا ابتدى يتدلع شويه اي في حاجه زياده ومش عارف ايه، كانوا يعني ايه الدنيا بالنسبه لهم يعني بسيطه،
نعم. ما كانش فيه صراع صحيح. كبير جدا، لان في الاخر الطرفين عندهم هدف واحد هو النادي الاهلي، ان الطرف الاولاني يعني ان في الاخر النادي الاهلي هو عايز خلي بالك كمان من ضمن التفاوض يعني اللي بتسهل على المفاوض ايه؟ ان انت الباك اب بتاعك انت النادي الاهلي، مزبوط. فانت النهارده انت هتاخد بطولات وهتاخد صحيح. حقوق رعايه صحيح. وهتاخد مجد وشهره وجماهيريه مش هتاخدها في اي حته تانيه. نعم. فدي النظير بتاعها انك لازم تتنازل شويه عن بعض المتطلبات نعم. بتاعتك. وخلي بالك اللعيبه برضو مشكلتهم ان هم بيبصوا لبعض. حد ما جددش وزعلت عشانه؟ ما جددش وزعلت عشانه. بص، هو احمد بلال احمد بلال كان كنت نفسي انه يكمل شويه في النادي الاهلي، ان راح لعب شويه في تركيا. وليد صلاح الدين كان برضو كان نفسي يكمل شويه في النادي الاهلي. وليد برضو من ضمن اللعيبه السحره في كره القدم والمهره جدا طبعا. يعني اللي ما شافش وليد في قطاع الناشئين وهو صعد الفريق الاول ده ما شافش وليد صلاح الدين. هم شافوا كلنا كنا نقعد عشان نتفرج على وليد اتفرج عليه. كلنا هو كابتن خطيب اختاره خلفته في الملاعب اتفرجوا على الواد الصغير ده. ده مش طبيعي، رجله اليمين زي الشمال مش عارف يعني ما شافتش ابداعات وليد صلاح الدين. مش طبيعي. هو اتحرق شويه وهو صغير لعب كان بيلعب في كل المسابقات وبرده هو ساعتها كان الاهتمام ان ان الشخص يهتم بنفسه لوحده كانت فيها صعوبه. دلوقتي انت ممكن كلاعب كوره تروح تعمل تمرينات برايفت خاصه بيك وتشتغل جيم وتشتغل واجهزه تعالجك فكان حتى وليد النادي اللي مشاه هو ما مشيش. بالظبط. انا بقول لك انا زعلت عشان كده. لا انا كنت لاعب كان هو كابتن فرقه وانا كنت تاني واحد فهو كان ساعتها هو مشي ما حاولتش تساعده اصلا الباشا ده هو وليد انا انجبت له كابتن سمير كان بيحبنا احنا الاثنين جدا بجنون بجنون هادي انا هادي كان عشان والده عشان امين يعني من البدايه وبعدين خلاص هو كان حاجه تحفه اخلاق ما حصلتش يعني وليد موهبه ما حصلتش يعني فجينا كانوا عايزين يجددوا لهم والقصه ساعتها النادي كانت القصه قليله شويه علي رحمه الله الحاج تيسير هواني يا رب ما كنتش بقول غلط لا لا صح فانا قلت له احنا عايزين نلحق العيلين دول يجي لهم عروض والقصه كان بدا حد كان ايوه طبعا ساعتها فخدت هادي وخدت وليد وكانت كلها كلام فارغ يعني حاجات بسيطه جدا انت عارف يا كابتن شوبير فاكر اللائحه زمان كانت تقول ايه ان انت لو لعيب ناشئين ما تعملش عقد مع الفريق الاول أيوة. غير بعد 5 سنين مزبوط. يعني يبقى عندك 25 سنه عشان تلعب عشان تبتدي عشان تعمل عقد وتبتدي يعني تكون نفسك يعني 600 جنيه ولا